نشر المطرب السوري جورج وسوف فيديو ليه من خلال صفحته على الفيسبوك بيطالب فيه الجمهور التوقف عن تدخين السجاير لانها بتضر جدا بالصحه. وظهر جورج في الفيديو وهو ماسك سيجاره عاديه وسيجاره الكترونيه في ايده، ونصح الجمهور بالابتعاد عن التدخين نهائيا لانها مضره، وبعدها رمى السجاير. يلا جو. هادي يا جماعه هادي بتضر. انا دخنتك في تدخين السجاير. هادي بتضر اكتر شيء بتضر بني ادم. هذه من كبة بالسبالي وندخن يعني هاي هذه ما فيها نيكوتين ما بضر الصحة يعني شكلها بشع ودخنتها بشعة بس بتضل أخف ضرر وإذا بلاهم اثنين يكون أحسن هذه اللي أنا بحبهم هاي من قلبي عم بقولها لأنه وهيدا كمان بس وعيد يخرج منه وبرعش وكتير اعتقدوا انها حملة جديدة ضد التدخين بيقدمها جورج وسوف واعتمدت شركة الدعاية على اسم فنان مشهور لتقديم الحملة لكن في الحقيقة ده رأي جورج بعيدا عن الحملات الإعلانية الفيديو ممكن تستغله شركات دعاية علشان تروج للسجائر الإلكترونية لكن هل وجود جورج في حملة إعلانية عن التدخين ممكن فعلا تجيب نتيجة وخصوصا ان جمهوره عارف انه بيدخن كتير